نشوف مع بعض الأول المصريين امبارح لما نزلنا سألناهم زميلتنا العزيزة جاكلين ماهر وهي كانت رايحة تقدم يعني أو تشارك في تغطية أجواء الصلاة في صلاة عيد القيامة المجيد في الكاتدرائية. الحقيقة كانت مهتمة جدا إن هي تسأل الناس عن حالتهم المعنوية، وزي ما كنت بقول من شوية كده، ها هنقضيها حزن ونفضل ونخاف ونقلق، وانا مش همشي في الشارع، وانا مش هنزل، وانا زعلان من المسلم، وانا متضايق ان المسيحي مش عارف عامل ايه، وانا الكلام هنقضيها في السكه دي، ولا هنتحدى ونفضل نتحدى وننسى اي حاجه، وكل واحد فينا بس نقول يا رب يعني اقبل بس مني انا صلاتي واعمالي واي حاجه بيني وبينك يا رب دي بيني وبينك، ماليش دعوه الناس بتعمل ايه، هننزل الكنائس ونصلي ونتحدى، ولا هنزعل من بعض وما ننزلش. تعالوا نشوف مع بعض الشارع المصري قال ايه. بتوصل رسالة للعالم عبر الكاميرات دي كلها، مين دول اللي موجودين؟ دول المصريين، المصريين اللي هم عايزين يعيشوا، عايزين يتقدموا الصفوف، اللي بيحاولوا يصنعوا تاريخ، واللي بيحاولوا في صناعة التاريخ ان هم يسرعوا في هذه الخطى. لحظات الأزمة دايما بيبزغ فينا أفضل من في أفضل ما فينا، وده اللي بيتم دلوقتي، إن أفضل ما فينا هو اللي بيتم، هذا التوحد حول الهدف وحول الوطن هو ده أهم ما يحصل، إن احنا متحدين كلنا بلد واحدة وشعب واحد. إن شاء الله عازمون كشعب وقوات مسلحة وشرطة ومسؤولين على استئصال شافة الإرهاب من مصر، وهيعود إلى مصر وجهها المشرق والجميل. وبقول لإخواننا الأخباط أنتم في قلوبنا. احتفال يعني شوية حزن، بس حزننا في القلب مش مظهرة كده يعني، ما احنا حزنين عليهم اللي ماتوا، بس فرحانين في نفس الوقت دول شهداء، يعني الواحد كان بيتمنى أنه يبقى شهيد. أقول للمصريين وللأخباط كل عام وأنتم بخير. أقول للمسيحيين المصريين نعم كانت هناك آلام ولا زالت هناك آلام، والقلوب تدمي الحقيقة بسبب الأعمال الإجرامية الأخيرة في اسكندرية وفي طنطا، لكن أنا عارف أن حضراتكم على وعي كبير جدا بما يراد وما يحاك لهذه الأمة المصرية، وإذا كان الأعداء عاوزين نتقسم فإحنا مثل هذه الأحداث لا تزيدون إلا قوة وإلا تماسك. يمكن حضرتك ملاحظة أنه الزيارة السنة دي للكنائس ربما فاقت الأعداد عن السنوات الماضية. ما بنملكش إلا الصلاة زي ما يقول سيدنا البابا، احنا بنصلي من أجل مصر ومن أجل الرئيس ومن أجل كل حاجة. احنا كنا فعلا مبسوطين وجايين وحاسين ان احنا يعني الفرحة ما عندكيش فكرة، يعني مش قادرة تتوصف، والواحد كان بيتمنى ان هو يجي يقضي العيد هنا عادي ونقول للناس كلها احنا في بلد امن وامان ومفيش اي حاجة تقلقنا ولا اي حاجة تخوفنا، ويعني واحنا يعني بنقول للشهداء يا بختكم، واحنا مطمنين جدا والحمد لله احنا في امان. طول ما المصريين متمسكين مع بعضهم عمر ما الارهاب يغلبنا. احنا بنحتفل بالقيامة بس مفيش احتفالات عشان خاطر بس الدم اللي سال على الارض. احنا هنفضل نروح الكنائس ومش هنخاف، ودي حاجة تبقى حلوة، يعني احنا بنشكرهم من هنا ان احنا نبقى شهداء، دي حاجة بتبقى حلوة مش بتبقى حاجة وحشة، ومش هنخاف منهم وهنروح الكنائس. مهما عملوا فينا برضه هنعيد، وهييجوا يهنونا اخواتنا المسلمين والمسيحيين، واحنا ايد واحدة. الاحداث دي بتقوينا وما بنخافش من اي حاجه، بدليل انك النهارده شفت الكنيسه مليانه عن اي سنه مضت، يعني الناس كلها مع بعضيها ايد واحده متكاتفين، مفيش مسيحي مسلم، احنا كلنا ايد واحده، كلنا مصريين. عيد السنه دي عيد كويس الحمد لله، والاحداث اللي حصلت الناس دول يعتبروا هم لينا في السماء، بيذكرونا في صلواتهم، وهم شفعاء لينا عند السيد المسيح، وربنا بيعزينا. هم ماتوا لانهم مسيحيين، وماتوا لانهم بيدينوا مصريين، ففي الحالتين خدوا اكليلين حلوين قوي قوي، يا ريتنا زيهم، انا اتمنى اني اكون زيهم انا وناس كتير قوي. حانوا كلام الناس في الشارع بيبقى دائما وابدا هو الاصدق وهو الاقرب للتصديق، لانك بتحس بيه
المواطن في الشارع في النهايه بيقول لك اللي هو حاسه، بيقول لك اللي هو عايز يقوله، لا بيخاف ولا بيعمل اعتبارات لاي حاجه، لانه باستثناء الشخصيات المسؤوله في الدوله، لكن المواطن العادي البسيط ده هو عارف ان انت مش هتعرف هو مين، فبيقول لك اللي في قلبه. فالناس دي اللي تاخدوا منهم الصوره الحقيقيه عن مصر، والصورة الحقيقية اللي احنا بنقدمها دلوقتي. واحنا يمكن في قناة دريم عندنا فخر كبير قوي ان احنا عندنا نسبة مشاهدة عالية في الوطن العربي، وحتى من المصريين والعرب في الخارج وبلاد المهجر، الحمد لله ان عندنا نسبة مشاهدة عالية جدا. احنا من قناة دريم، احنا من هنا، من صباح دريم، احنا من القاهرة، من جمهورية مصر العربية، كلنا بنعلن كل التحدي وكل الصمود الحقيقي اللي بالأفعال مش بس بالكلام أمام الإرهاب. عمر الإرهاب بإذن الله ما هيهزمنا أبدا، ولا هينال مننا، ولا عمرنا، ودي حاجة إحنا اخترناها بقى كمصريين، عمر ما هيبقى فيه سكة واحدة تجمع ما بيننا وما بين جماعات الظلام وجماعات الإرهاب. بس إحنا كمان علشان نشوف مع بعض كده دلوقتي كورال امبارح كنا بنتكلم